السيد سفير جمهورية الهند السيد سفير نافيديب سينغ سوري Republic of India His Excellency Mr. Navdeep Singh Suri جمهورية كوريا السيد السفير يونغ سو كيم Republic of Korea His Excellency Mr. Yong So Kim جمهورية إيطاليا السيد السفير مورو ييتسيو ماساري Republic of Italia of Italy His Excellency Mr. Maurizio Massari المملكة المغربية السيد السفير محمد سعد العلم Kingdom of Morocco His Excellency Mr. Muhammad Saad Al-Alami الاتحاد السويسري السيد السفير ماركوس لاتينر Swiss Confederation His Excellency Mr. Markus Leitner الولايات المتحدة المكسيكية السيد السفير خورخي الباريس فوينتيس United Mexican States His Excellency Mr. Jorge Alvarez Fuentes دولة اليابان السيد السفير تاكيهير كاجاوا Japan His Excellency Mr. Takehiro Kagawa Thank you.
الجمهورية الفرنسية السيد السفير أندري بارا. Republic of France, His Excellency Mr. André Parent. نشكر أصحاب المعالي السادة السفراء ودلوقتي ممكن نقوم بجولة لمدة 10 دقائق في المكان ونستأذنكم في التقاط صورة جماعية. Thank you, Your Excellencies, Mr. Ambassadors. We would like to have a photo with each other. Ladies and gentlemen, we would like to invite you to Indonesian's cooking demo. They have a cooking demo right there. Thank you.
اسمحوا لنا ان احنا نستمتع بعروض فرقه الاسماعيليه القوميه للفنون الشعبيه. وقول يا رب الكون يا كل رسمالي، اقول يا رب الكون يا كل رسمالي، انا اقول يا رب الكون يا كل رسمالي، اقول يا حلواني ستيك برجر من القطعية اللي هي طبعا حلواني مش حد تاني.
من حلواني ستيك برجر من القطعية اللي هي طبعا حلواني مش حد تاني. بتحب السمك المشوي؟ بتحب السمك المقلي؟ بتحب الطعم الأصلي؟ بينا يلا نروح البرج. الجمبري دايما طازة متنقي وعلى الفرازة، دوق أجمد استاكوزا على طول هتروح البرج. أحلى عزومة ولمة عيلة تحلى معانا في البرج، الطعم أحلى والخدمة أعلى، أحلى خروجة في البرج. البرج أكبر مطعم للمأكولات البحرية في الشرق الأوسط، دلوقتي في التجمع الخامس منطقة البنوك، خبرة 35 سنة مع الشيف سعيد سليمان. اتأخرت كده ليه؟ ايه ده؟ اتأخرت كده ليه يا حسن يا اخي؟ ركبك يا حسن، تحيلي دي ناشف يا حسن. بعد كده تدخل في شارع حسن صبري يمين. يا ابني هو انت ما بتعملش حسن خالص في حياتك؟ حسن.com يا حسن يا اخو، دي جلطة من ماتش امبارح ولا ايه يا حسن؟ مش زي ما الناس شايفاكي، مع جلايسوليد طلعي النعومة اللي جواكي. أحبك يا سونا. لايزوليد مش مجرد نعومة إيد. جمالك سيمفونية متكاملة، ما تبوظيهاش بشعر ضعيف ومتشابك. زيت سباركل بزيت المنك الطبيعي يمنع تشابك الشعر ويغذيه. جربيه هتغيري اللي تعودتي عليه. اشعل النار مشهد جبار، وشم يولاد ابهار. وجديد من حلواني ستيك برجر من القطعية اللي هي طبعا حلواني مش حد تاني. في حاجات في حياتنا مش هتتغير لانها جزء مهم مننا بنعتز بيه، زي فرحة ليلة الحنة، واغلى حاجة عندي حنة جلوري الهندية لانها طبيعية وسريعة الاستخدام، بتحمي الشعر وبتغذيه وبتديه الصحة واللمعان، ودي الحاجات اللي بتربطنا ببعض مهما كنا مختلفين. حنة جلوري الهندية، شعرك الوانه طبيعية. الان متوفرة في 8 الوان حنة جلوري الهندية، الوان طبيعية لشعر امن وصحي. الجديد اسود خليجي واحمر لامع.